قول لي اش كدير دابا؟ اليوم انا معروض كما تعرف بانني نقدر نقول بانني عشت في روس نوار وتنعرف الدراري في روس نوار. روس نوار فاميلي نضموا واحد البطوله في رمضان، واليوم الفينال كان في راسنا ان شاء الله باش نجيو ليه. اليوم الفينال فيه ولاد الحي المحمدي، ولاد الحي الحمد لله كاينين في كل شيء اللي زوين، كاينين في الفن في الساحه كلها الفنيه تبارك الله عليهم. الحي المحمدي تيعطينا فنانه، تيعطينا بزاف كويريه، تيعطينا دوزتي كوريك ولا انا راه كنت نلعبوا حنا تتركوا الروضه، كنت انا بوحدي اللي ما تنطلعش ليها. ودابا شنو كتوقع على شو تقدر؟ يبقى عندهم تذكار غير ما سميتو، نخليو لهم شي ذكر شي تذكار يتفكرونا به. صراحه الله عجبني الحال اليوم، جيت نشوف هاد الجوج فراقي لانني كنت متبع هاد البطوله. ولكن كتشوف مثلا اورشنوار كحي عنده هاد المقومات وهاد الامور هادي. والله يا خويا الا كاينين، والله الا كاينين الدراري هنايا كون يداو المنتخب واحد دابا دخل من هاد الحديد وخرج، خرج من فصل الحديد، خرج كفته ورجع. ها هما الدراري عباد الله كاينين، ها هما علاش عباد الله هاد الشيء راه تيبقى فيا الحال. ما تقولوش ما عندناش هاد الدراري، ها هما تيتشتتوا على ثمانيه، ها هما شوف بيوتا تيماركيوهم تيو عباد الله تيو من سميتو. راه الا ما خرجناش من سميتو من ديالنا راه ما عنديش الله. راه كاينين هنا الناس ياكلوا معاك الكازو، خصك تعطيه فرصه غير يغوط عليه الجمهور يطلع معاك من السطح. راه عندنا كويريه مزيانين الله، انت باقي حنا فيه سمعتيه كي قال اوف. فعلا كاينه كره، ولكن اشكال ديال الملعب مثلا فرش نوري ما كاينش في نظرك انت يعني كتقطن. وراه هذه فكره، هذه فكره، حنا واقفين هنا علاش ما نطلبوش به؟ نطلبوا من الناس اللي مكلفين بالملاعب انهم يديروا شي ملعب فرش نوري في كاع الاحياء اللي خاصهم. ماذا بينا يكون هذا الشيء راه تيشجع الناس على الرياضه، هذا الشيء راه زوين. اذا كان كل حي فيه ملعب كبير بحال هكا راه الناس غادي تشجعوا يديروا الرياضه. كاين اللي بغى يجري، كاين اللي بيلعب الكره، كاين اللي بغى يجي يتفرج في الكره. هذا الله 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 بحال هكا ديك تيتقسموا على سته وتعاودوا يلعبوا الكره. مازال وقت ما كيتقاش هذا الشيء معروف، لانه دابا كيشتي الفينال. دابا راه الفينال هذا بعيد على الكره الفكاهه، شفناك عاوتاني حتى في الطبخ وعندك شهوات ومسائل، كيفاش كدز البرنامج الاخير المشاركه ديالك فيه؟ المشاركه ديالتي في ماستر شاف مشاركه ما عمرني غادي ننساها، مشاركه قبت هكا غادي فيها الماكله دابا خصك تحضر. بقيت هز سميتو قبت هكا انت هو. المشاركة ديالتي في ماستر شاف مشاركة زوينة، جمعتني مع واحد. دابا واخا نتفرجوا في ماستر شاف ماشي بحال اللي عشنا، حنا عشنا هذوك الظروف وعشنا هذوك اللحظات الزوينة. هذا تيتحرق ليه، هذا تيسخن الماء بزاف باش تسلق فيه، تيولي تيخرج لك على السليق شي حوايج شي روينات. وداكشي اللي ترى ما وراء الكواليس، ما وراء الكاميرا اللي ما تنقلش في الدوزيام راه كثر من داكشي. عرفتي شحال ضحكنا الحمد لله، ما عمرني ننسى هذيك التجربة. فكرنا في شي حاجة بزاف د الحوايج والله ما عقلت. راه داكشي كثير اصاحبي، راه داكشي تيخرج لينا لان تما تتنسى راسك واش فنان. انا اصلا الناس راسي زاد كملوا لي. واخا الاجواء الرمضانيه كيفاش دازت هذا الشهر؟ بخير الحمد لله كي ديما. انت تكون ها كيود المغرب بيت؟ لا تتود المغرب تيخص يكون اتاي. لا ما كانش اتاي بالنقص كاع. شي دابا انا تعرض عليا واحد السيد صاحبي، عرض عليا اللوطيل هادشي اللي تيقتلني انا. واحد السيد عرض عليا بينا نفطروا في لوطيل، قال لي يلاه زيد نفطروا في لوطيل، قلت ليه زيد. وهو مسكين مخلص عليا في لوطيل، وبيت ندخل انا نمشي نبدا ناكل في الدقيقه ما جاتش. ديما الا عرض عليك شي واحد اللوطيل مخلص لا ميك، سير لهذاك الشيء الاخر الغالي كله هو اللي مهم، لا تاكل الدقيقه موجود. سير ديك بريوات ديال الحوت، بريوات تاع النعناع، سير كل هذاك الشيء اللي غالي، ما تاكلش هذاك الشيء الدقيق وهذاك الشيء ما خدامش، كل هذاك الشيء. مشيت انا دابا الحريره، انا غادي نفطر في لوطيل وبغيت نشرب الحريره وبغيت نزمت راسي. الا بغيت نفطر بالحريره نبقايا في دارنا. وشنو الاكله المفضله عندك؟ في رمضان اتاي اتاي والبريوات والله ديال النعناع. ها ديال النعناع يكونوا كاع حتى بالتقاشر، المهم هي البريوات حتى تقرمش، تسمع ديال قرمش قرمش واتاي وهانيه. تبارك الله عليك. جرى واحد الركيعات يسهل عليك الله وزاج لوز.